آلاف المؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي يتجمعون لإرسال رسالة واحدة، وهي أنهم لن يتخلوا عنه وإن ضحوا بأرواحهم. Requires respect of election results. Pressure like this, this is not the way. And he knows this, and I'm sure that he is insisting to complete and to show the people that he's capable to do what he promised. هذه مظاهرة قوية وضخمة، ولكنها تظهر لنا كيف أصبحت مصر بلدا ممزقا. في المقابل قام معارضون بتوقيع عريضة لإسقاط حكم الرئيس محمد مرسي بعد عام واحد من توليه رئاسة الجمهورية، وتدعي حركة التمرد أنها قد جمعت ما يقرب من 17 مليون توقيع للمطالبة بإعادة انتخابات الرئاسة، وهو عدد يزيد عن الأصوات التي حصل عليها مرسي في الانتخابات. المعارضون ومنهم الليبراليون ونشطاء مؤيدون للديمقراطية في تزايد دائم، وقد انضم إليهم أنصار الرئيس السابق حسني مبارك وغيرهم من الناس. كل له صوته ورؤيته الخاصة لمصر، ولكن يجمعهم شيء واحد، وهو لوم الرئيس بسبب رفضه الاستماع إلى أي من معارضيه. كما يلوم المعارضون مرسي على نقص الغاز والبنزين وانقطاع الكهرباء وانهيار القانون والنظام، بينما الوضع الاقتصادي في تدهور مستمر. غضب المتظاهرين تحول إلى عنف في الكثير من محافظات مصر الجمعة. من جانبه يبدو مرسي عاقدا العزم على البقاء، مستندا إلى مؤيديه الذين أكدوا أنهم سيكونون معه في كل خطوة. He will be the president for 4 years, period.